كل واحد في شغلتنا دي بيحلم بنجاح بطريقته، بيحلم بنجاح باسلوبه، بيحلم باللي هو عايز يقدمه واللي هو عايز يحققه. في حلقات كتيره جدا ممكن تعمل نجاحات بس ما تسيبش علامات، وده الحقيقه اللي احنا ده اللي انا يعني رهنت فيه على حلقه كهربا. حلقه كهربا هي حلقه مميزه، وقلت حلقه للتاريخ لان ظهر فيها كهربا بشكل مختلف، وظهر كمان بتصريحات مختلفه تماما، وظهر بوشه اللي هو الناس ما تعرفوش عنه. ده الجزء الاول. الجزء الثاني فيه حديث كتيره جدا تخص اسرته وتخص مشواره، تخص رحله كفاحه، تخص حاجات كتيره جدا جدا عنه، تخص حياته الشخصيه وتخص جوازه وتخص ارتباطاته وتخص حبه، تخص في حاجه في الطريق ولا لا، حاجات كتيره جدا تخص هو بيسهر ولا ملتزم، هو بيقول الصح ولا بيقول الغلط، هو على خلاف مع جمهور الاهلي ولا جمهور الزمالك. بشكر لكل واحد امبارح الحقيقه شكر وكتب كلمة مدح، حتى اللي اعترضوا برضه فوق دماغي من فوق، وبشكر ان في ناس كتيرة كانت في البداية يعني معترضة او كانت بتقول التوقيت وكهرباء جمهور الزمالك، وهي لسه ما سمعتش الاسئلة ولا سمعت الاجابة. ففي النهاية اصبر لحد ما تسمع وبعد كده تحكم بنفسك. رهنت امبارح على الجزء الاول من حلقة كهرباء، النهاردة رهاني اكبر على الجزء الثاني لانه مختلف تماما تماما تماما. تعالوا الاول افكركم كده بتصريحات كهرباء امبارح. عيطت ليه بعد الماتش الاخير؟ والله يمكن عيطت عشان خاطر الكاس دوت كان الكاس الخامس بالنسبه لي، فبالنسبه لي حاجه تاريخيه. انا لما رحت النادي الاهلي عندي 9 سنين ما خدونيش. لان انا بشوف في النادي الفتره دي اختلاف غير طبيعي من ساعه ما دخلت النادي. كان كابتن اسماعيل يوسف قال لي انت هتبقى نجم الزمالك. اكتر لعيب في نادي الزمالك الكابتن اتشتمت وانا بلعب في نادي الزمالك. الزمالك انا عمري في حياتي ما اشتمت حد فيهم، كان هو واقف مثلا واللعيبه كلنا مع بعض الكاميرات كلها موجوده ويتكلم عليا في اي حاجه. يعني عايز اقول حاجه، هو لازم اسم كراوي في اي حاجه، مع اني عارف يا كابتن لما ادخله لوحدي يعمل لي نفسي فيه. انا كنت اصلا رايح بيراميدز، الشيرت يصرف الفلوس كلها. انا لو ما عنديش اصل مش هعمل اللي انا بعمله. يعني حضرتك مثلا ساعه تحيه كابتن خطيب، يعني لما دلته حقيقة هو يستاهل كل خير، بس ده حب، يعني حب من جوايا ليه هو، لان هو عمل معايا موقف شخصية، عمل معايا حاجة كتير. بص يا كابتن، معنى ان انا اتكلم مع مدرب واتضايق وقالب وشي مش بتاعتي خالص. يعني انا متغير 360 درجة بصراحة. يعني الكلام اللي بيقوله حضرتك دوت يعني والله العظيم كل حاجه حصلت. بعد الحلقه دي هتبقى في حته ثانيه، يعني انا قاعد بسمعك انت قصه ثانيه. يعني لا لا خالص، بترفض فلوس وبتشتري انتماء نادي وقصص ومواضيع. هو ده اللي باقي. بلعب وبموت نفسي عشان نكسب كل ماتش، عشان خاطر هم يفرحوا الجمهور. كل واحد بيراهن من وجهه نظره، ولكن من المؤكد اللي بيراهن على الجمهور هو اللي بيكسب. يعني الحقيقه رسائل امبارح كتيره جدا من الجمهور وبالاخص جمهور النادي الاهلي، واكيد النهارده برضو في رسائل خاصه جدا جدا جدا. قبل ما اطلع الحلقه الحقيقه يعني بوجه كل تعزينا وتعازي اسره البرنامج لزميلتنا الاعلاميه الكبيره منى عبد الكريم في وفاه زوجها محمد البرتقالي. محمد البرتقالي واحد الحقيقه عشناه كتير في نادي الصيد، واحد من رموز نادي الصيد، واحد من الشخصيات المحترمه جدا جدا، واحد من الناس الحقيقه اللي اثروا في مجتمع كبير جدا زي نادي الصيد اخلاقيا وادبا وكل حاجه. يعني الباقي البقاء لله، وربنا يا رب يصبرها ويصبر اسرته ويصبر ولاده، ويا رب كده ان شاء الله باذن الله في الجنه. قبل ما اروح لحلقه الكهرباء، حلقه الكهرباء دي مشوار طويل، شغل طويل جدا وشغل كبير جدا واداء كبير جدا. مش بس انا بسال سؤال، لا، في فريق اعداد كبير جدا. بشكر طبعا زميل النجاح ودايما هو يعني صاحب النجاح الكبير محمد دمرداش رئيس التحرير، بوجه له كل الشكر وكل التحيه. كل فريق اعدادي احمد ابو طالب ومحمد صلاح وعبد الحميد شربيني الخطيب جمال، وكمان بشكر محمد نصر ووائل بهنساوي. وائل بهنساوي مخرجنا اللي على طول الحياه معايا ومتالق، واحد من المخرجين
كبار في مصر من وجهة نظري بلا منازع، واحد من أنظف الشخصيات اللي قابلتها في حياتي. بشكره طبعا شكرا جزيلا لأنه تعبان معايا على طول، وأي حاجة فيها تألق هو بيكون دايما شريك معايا. بشكر كل الناس اللي موجودة معانا بقى، مرزوق وعصام وأسامة، وبشكر كمان واحد من الناس اللي كان ليه دور كبير جدا في الحلقة دي إن هي تطلع بالشكل ده، يسري الرومي وعمر البهي. يسري دايما مجتهد كبير، عمر البهي ويسري مجتهد كتير معانا جدا، وعمر في الشغل الخارجي وشغل المونتاج داخلي. بشكر أحمد صلاح، عمر سماكة، محمد جابر، كل الناس، وإسلام بنقول النهاردة كل سنة طيب. بشكره شكرا جزيلا. الأستاذ عمرو مخلوف والأستاذ أيمن سالم الحقيقة عاملين أداء كبير جدا، وإدارة دايما بنكنلها كل احترام. الحلقة عشان تطلع بالصورة دي ده مجهود ناس كتيرة جدا جدا جدا، واوعوا تفتكروا ان انا بطلع على الشاشة بس كده لوحدي، يعني في النهاية في تفاصيل مهمة جدا جدا جدا. يعني في اللبس دايما داليا هي اللي ماسكة، احمد منير الشعر بتاع كل النجوم اللي انتوا شايفينهم، عم حسين وكل المجموعة اللي موجودة جوه، واحمد وكل الناس، مش عايز انسى حد، والناس اللي ورا الكاميرات، الناس اللي معانا دايما، الناس دي بتتعب بشكل كبير جدا 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 معانا، وناس دايما الحياة بتجتهد بشكل كبير، واثرت النهارده نشكرهم واحد واحد. بشكر بطران واحد من مساعدين المخرجين اللي جايين ان شاء الله باذن الله في المستقبل بقوه، ونفسي كده اشوفه يعني يشتغل معايا حلقه، حتى لو بهنساوي يسلفه الكرسي يوم مش هيحصل حاجه. وبشكر مروان واحمد اوسكار وعمرو ابو العينين واحمد مكه واحمد ابو النصر، بشكرهم كلهم، ويا رب النهارده تبقى حلقه ان شاء الله باذن الله تكون زي حلقه امبارح، ويكون بنفس نجاح امبارح، ويكون تفاعلكم معاها ان شاء الله باذن الله يكون زي امبارح. النهارده احنا عاملين هاشتاج كهرباء مع سيف، امبارح كان كهرباء مع سيف زاهر، النهارده كهرباء مع سيف. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل.